لعبنا الماتش الثاني مصر ومصر تاني على طول تونس، وده مهم جدا بقى. ايوه لان ده النهارده ماتش تونس توفيق ان شاء الله منتخب مصر. ها لعبنا ماتش كانت تونس بقى، وكان في نصر شوشان كان جون عظيم قوي لفريق تونس. المهم ماتش سجال وهجوم رايح هجوم جاي، ودي فكره كانوا بيقولوا عليها النهارده دفاع تونس قوي جدا، لازم نلعب نشوط كتير على الجون من بره عشان هم تكتل جوه كبير قوي. يعني الماتش اللي حضرتك بتتكلم عليه ده اول لقاء بين مصر وتونس في البطوله دي، كاس العرب. اوكي 1988. تمام، وحصل ايه بقى؟ حصل للكابتن طارق سليمان لعيب الجميل المحترم لاعب النادي المصري احرز جون بشوطه صاروخيه من خارج ال 18 على يمين ناصر شوشان، كان جون عملاق وشال كتير جدا، وده مهم جدا، ده بيؤرخ ان اول مباراه تجمع بين الاهلي بين مصر وتونس وفي البطوله الايه؟ العربيه او بطوله العرب، كذا مسمى، بطوله العرب والدوري العربيه كذا مسمى ليها وليس كاس العرب او بطوله العرب، ليها اكثر من مسمى. ده كسبنا تونس وصعدنا بعد كده بقى لعبنا بقى الماتش الثالث مع مين؟ مع العراق الشقيقه. كان ماتش قوي جدا جدا وتعادلنا 0-0، ضيعنا جوان كتير قوي قوي، وكان كابتن شوبير هو نجم المباراه. برغم يعني برغم الهجوم الكبير لكن شال كورتين مهمين جدا. اوكي. لقينا نفسينا مره واحده بننتقل للايه؟ الدور قبل النهائي، نلعب مع الدوله الشقيقه مين؟ سوريا. الله. اه سوريا بقى اهو شكرا، ده المجموعات اللي احنا كنا بنلعب فيها في 1988، مجموعتنا هي مصر والعراق اهي وتونس والسعوديه والناحيه الثانيه الاردن وسوريا والجزائر، احنا لعبنا اول لعبنا الثاني اللي هم مين؟ فرقه سوريا الشقيقه. بليغ قوي على فكره المجموعات. طبعا. لبنان يتقبض زراعه ويخرجان معا. هم اتعدوا تقريبا مع بعضهم وخرجوا مع بعضهم. بقى في مصر وايه؟ وسوريا والاردن والعراق قبل النهائي. مصر لعبت سوريا ها؟ ووصل مصر ضربات جزاء. للاسف خسرنا بضربات الجزاء والشقيقه سوريا اللي كسبت وصعدت النهائي. ها؟ ده ماتش ده برضه ماتش الكويت ده مهم جدا ده، بس ده في 92 احنا لسه بنتكلم في 1988. فلما لعبنا بعد كده قبل النهائي مع سوريا خسرنا. المهم بقى جينا بعد ما خسرنا قبل النهائي لعبنا، كان في حاجه اسمها مركز ثالث ورابع. لازم دي يعني حاجه شرفيه عشان المراكز. فلعبنا مع مين؟ مع الاردن وكسبنا 2-0 بقينا الثالثين. ايوه والجونين جابهم مين بقى؟ مين؟ الكابتن الجميل علاء ميهوب الجون الاولاني، والجون الثاني جون خطا دفاعي، كابتن حسام حسن لعب الكره بدماغه وجت في مدافع ودخلت. ده خلص كام؟ 2-0. اخذنا البطوله الاولى لعبنا اخذنا المركز الكام؟ في اول بطوله 88. ودي كانت حلوه جدا وطدت علاقه جدا وكانت في مكان جميل جدا، والاردن الشقيقه هي مستضيفه المكان. ها وعايزين نقول برضو فكره ان اول بطوله اتعملت 63 استضافتها مين؟ بيروت لبنان. الله. دي برضو معلومه احنا ما قلناش في الاول للتاريخ. ده 88 بقى وما لها وما عليها، وان احنا جبنا كسبنا الاردن 2-0 في الاخر. نيجي بقى في 92 بقى، وكانت البطوله دي، وعلى فكره كانت البطوله 88 برضو للذكر والتاريخ، ان اللي كان المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن الخلوق كابتن هاني مصطفى. البطوله اللي بعديها بقى في 1992 كان مين الكابتن بقى رحمه الله؟ ها الجوهري. الله. كابتن الجوهري بقى رحمه الله كان هو اللي ماسك المنتخب، وكان الكابتن الجوهري يمسك شويه ويقعد شويه اتحاد الكره يجيبه تاني كده يعني. المهم بقى في 1992 اول ماتش سبحان الله مع الاردن ايه؟ الشقيقه. اول ماتش اتعادلنا 1-1. كانت الفرق بسيطه برضه، ما كانتش الفرق ايه زي دلوقتي 10 فرق و12 فرقه، واول ما بداوا لا اهو شكرا مظبوط كده قوي. كابتن ايمن منصور هو اللي جاب الجول، وكان كابتن عمرو الحديدي كان نجم المباراه. المباراه دي في 1992 اول مباراه في كاس العرب اللي اقيمت فين؟ في سوريا. في سوريا في دمشق. اول لقاء مع الاردن. اول لقاء. هو كان احنا لعبنا ماتشين يعني احنا وبعد كده لعبنا الماتش الثاني مع مين؟ مع الكويت. يعني الماتش الاولاني الاردن، الماتش الثاني الكويت، وبرده اللعيب الجميل المحترم كابتن ايمن منصور هو اللي جاب الايه؟ هدف الفوز. أي. يبقى دول اول ماتشين 1-0. وبعد كده استاذ نهاوندي بقى لقينا حظنا وقعنا مع مين تاني بقى؟ مين؟ سوريا. سوريا. طب ما حلو اهو. قلنا بقى فرصه نخلص نعوض بقى البطوله اللي فاتت. وحصل ايه؟ نفس السيناريو، نلعب ضربات جزاء بس نكسب بقى المره. طب حلو كسبنا زي الفل زي الفل. ما حكواتي بقى. طبعا.
فلعبنا نفس النظام، فربنا اكرمنا وكسبنا سوريا 4-2. هم كسبونا 4-2، يعني شوف التشابه. 4-2 في البطوله الاولى 88. انا بقول هم كسبنا واحنا كسبنا عشان كلنا اشقاء. مصر والاردن والسعوديه وسوريا كلهم اشقاء. مصر وسوريا حاجه برضو مختلفه. صحيح. لو هنرجع بقى طبعا للتاريخ، يعني اهو التاريخ بيقول والوحده وشعب واحد وطول عمرنا وحرب اكتوبر وكل حاجه. طبعا. كسبنا مين؟ سوريا. لقينا نفسنا في المقابله مع مين بقى؟ مع السعوديه. كانت مباراه قويه جدا جدا، وسجال جون هنا جون هنا، وصلنا 2-2. يعني احنا في الماتش ده خلص 3-2. اول جون كابتن الجميل كابتن سامي الشيشيني لاعب نادي الزمالك جاب الجول الاولاني. الكابتن احمد الكاس لاعب نادي الاولمبي قبل ما يروح للزمالك جاب الجول الثاني. بقى ماتش 2-2 كوره جميله. كان بقى نجوم اللقاءات بقى علي كابتن علي ماهر، كابتن ابراهيم المصري، كان كابتن نادر السيد، ها كابتن حسام حسن، كابتن ابراهيم حسن. فتره التسعينات دي كانت فتره جميله. جميله جدا، وان كان اغلبهم لعيبه النادي الاهلي. كان في منتخب التسعينات كانت فتره مهمه جدا، كان اغلب قوم النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي. المهم اخر ماتش كده احنا عايزين نتفرج على الماتش بقى، ورفع من اليمين كابتن حسام حسن قبل خدها ايه شكل كده جميل قوي على الطاير الجون الثالث. خدنا البطوله وكانت في السعوديه. ده كانت سنه حلوه علينا دي، هي 1992. مصر تهزم السعوديه 3-2. وكانت نفس الفتره كان اسماعيلي بيلعب. ده مهم قوي لو خدنا بالنا بقى من تحت العنوان ده. شيء جميل قوي بياكد كلامنا. ان ما كانش المنتخب بيلعب بالفرقه الاولى بشكل عام. يعني كان الاهلي بيلعب في افريقيا ساعتها، والزمالك بيلعب في افريقيا، والاسماعيلي بيلعب في افريقيا اهو. كسب الافريقي التونسي 3-2 في الدور قبل النهائي بطوله افريقيا. يعني كان في برضه زي ما هو حصل دلوقتي التضارب برضه في المواعيد بين البطولات والاهلي دفع ثمن طبعا طبعا. بس هي المشكله هنا ان في اساسيات. هي المحبه، هي الرياضه معموله ليه؟ لتجميع وجهات النظر. طبعا. بين الشعوب، وما احلى الشعوب العربيه واحنا اهل واحد ودين واحد ومحبه واحده. وده دور رئيسي من ادوار الرياضه المفروض. طبعا, طبعاً. وسبحان الله كانت الرياضه ليها دور مهم جدا 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 في توطيد العلاقات، تقريب وجهات النظر. وده اللي هنشوفه ان شاء الله بعد البطوله دي ما هتخلص. هيبقى في وجهات نظر كتير هتتقرب، هيبقى زي زمان وقوميه عربيه والمحبه. ده شيء مهم. هي الرياضه اساسا كده. ولما نيجي نتكلم بعد كده بقى في الحلقات الجايه ان شاء الله هنلاقي حاجات كثيره بتتكلم عن البطوله العربيه، وازاي بقى مسمياتها اللي ما عندوش معلومه ان هم ازاي طوروها انها تبقى دوره مجمعه لكل الالعاب، يعني مش حاجه واحده. يعني لما يجي مثلا 10 فرق كره قدم، لا ده بيجي 70-80 فرقه لجميع الالعاب. فكل ده بيبقى نوع من التعارف.